السلام عليكم اذا نكمل معكم لي زيكزيرسيس كونسيرنونت الدرس ديال لا ريزيستانس الكتريك بالنسبه للسنه الاولى اعدادي دولي اذا وصلت معكم دابا لي زيكزيرسيس نيميرو 4 اللي ما شافش لي زيكزيرسيس نيميرو 1 و 2 و 3 راه نخلي لكم الرابط ديالهم اسفل هذا الفيديو اذا على بركه الله Nous la première question. déterminez sans précision les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques qui portent les anneaux colorés suivants. Donc, à avons la sans de la décision. Donc, nous avons la question de la décision. Donc, nous avons la quatrième de la دونك عندني غنستعمل فقط اللو ثلاثه الاولين دونك في هذه الحاله عندي مثلا اق ا آه عندها لانو الاولى راه عندها غوج لانو الثانيه عندها نوار لانو الثالثه راه عندها جون بالنسبه ل 4 غندير هنا اور ولكن ما غنستعملهاش سون بريسيزيون يلا نبداو بالنسبه الاولى دونك في هذه الحاله خصك تكون حافظ لي كود ديال شاك كولور بالنسبه للنوار عنده زيرو مارو الى غير ذلك وراه قلت لك واحد لافخاز ممكن انك تحفظ بها نو مونج غيان او جو في بو كلي فوتخ غروند بوش وتبدا تعطي الاول الحرف الاول زيرو اه حتى ناف راه درتها في الدرس ودرتها حتى في التمارين اللي فاتوا اذا هذا الشيء اللي غنديروا دابا بالنسبه لنتعلموا كيفاش نحددوا فايت نشنا دونك لانو الاولى راه غوج دونك الغوج راه عنده دو دونك في هذه الحاله هو الكود ديالو دو بالنسبه نوار راه عنده زيرو دونك فهاد الحال غنكتب دو هنايا وبالنسبه للنوار هو زيرو كنكتبو على يمين اون ليكري ا ااا أه الحرف الاول اللي حنا كتبناه يعني العدد الاول اللي حنا درناه دونك هنا غنكتب زيرو وبالنسبه لا ثوازيام انو راه هو عدد الاصفع يعني نوبغ دو زيرو دونك جون علاش شلنا جون هنا راه عندنا 4 دونك حنا خصنا نزيدو 4 زيرو الاول هاد الثاني وهاد الثالث وهاد الرابع ومن بعد حنا دائما كنديروا هاد لاميطوط ديال لو كود دي كولور يعني الترقيم العالمي كنديروا الوحده اللي هي ا هذه ا1 بالنسبه ل ا2 دونك عطيتك هنايا الان الاولى فاغ و دي بلو لانو الثانيه والثالثه اورانج وهذه بلا ما نتسوق لها لانني قلت لك انا سون بريسيزيون دونك علاش لنا الاولى فيغ راه عندها رقم خمسه ها هي خمسه دونك غنكتبوا الحا... ال... هو الاول حرف الاول البلو الكود ديالو راه هو ستا دونك غنكتب سيس دونك انا غنكتب على اليمين ديالو بالنسبه لانو لا ل... 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 لا انو راه عندها هو لو دو زيرو دونك في هذه الحاله الرقم ديالها راه ثلاثه ها هي اورونج دونك عندي تخوا زيرو الاول الثاني الثالث ودائما الوحده اللي استعملنا الطريقه كنديروا هنايا اوم لا دوزيام كيسيون اون كونسيدير ان كوندكتور اوميك دو ريزيستانس ار كتساوي 56 يعني 66 كيلو اوم دونك لا الكيسيون كيقول لي ديتيرميني لي 3 كولور دي زانو دو سو كوندكتور اوميك دابا عطيتك العدد عطيتك لا فالور ديالها وقلت لك اسيدي خصك تعطيني اعطيني, ل... أعطيني غير الالوان ديال الحلقه الثلاثه اللي عندي دونك حنا دائما خصك تحول هذه اول حاجه خصك تحولها للام هي الاولى حيت حنا دائما كنقولوا الا درتي هاد الطريقه خصك كل وحده بالام دونك غنمشي نحولها دونك 56 دونك حنا باش ندوزو من الكيلو ام ديما من الكيلو للام كنضربو في ميل دونك غنضربو في 1000 ولا دير لها الجدول حنا كيف فيتنا حنا شرحنا هذاك الشيء تشرحناها في ايضا في في التمارين الاول والثاني والثالث ودرنا تي في الدرس انا فقط غنستعمل باش ندوز من الكيلو الاوم الاوم كنضرب في 1000 دونك تعطيني 56 او او آه. دونك حنا لقينا من بعد سيدي غنحاول نرد هادو على شكل حلقات حنا كنقولوا دائما العدد الاول راه هو نستعمل دائما الجدول اللي عندي انا دابا بحال عطيتك لي كود العدد الاول هو هو لو شيف لو برومي شيف دونك في هذه الحاله خمسه الا قلبنا هنا خمسه شكون غيكون خمسه ها هو هو الفيغ دونك غيكون لون الحلقه هو فيغ بالنسبه لسته شنا سته راه غيكون هو بلو وبالنسبه لنا هنا لو نومبر دو زيرو دونك في هذه الحاله علاش العدد ديال الاصفار عندنا شحال عندي 3 زيرو الا كانوا 3 شكون اللي عنده تخوة. تخوة. رقم 3 هو اورانج دونك في الحاله عندي هنا اورانج يعني في الحاله لأن الاولى غيكون اللون ديالها فيغ والتاخر غيكون بلو والثالث غيكون عندها اورانج هذا علاش قال لك لي 3 فقط غالي ديال B, sachant que l'anneau de la précision est argenté, schématisez ce conducteur en précisant les trois couleurs des anneaux. Gélique B, N, l'anneau de la précision, il y a la quatrième anneau. cest quatrième anneau, elle est argentée. Elle est lundière, elle est ferdée. Schématisez ce conducteur en précisant les trois couleurs. Donc, on a archi lundiole vert. تاني بلو والاخر أورانج دونك هادشي اللي غندير فيغ بلو أورانج دونك رجعنا انا على فيغ بلو ها هي فيغ بلو أورانج دونك عندي فيغ بلو أورانج ها حنا لوناهم ومن بعد قلنا لا بريسيزيون راه ارجونتي دونك درت اللون ديالها اللي كيكون غري دونك ها حنا متلناها دونك بالنسبه لليكزارسيت نيميرو 5 اذا تا هو نحاولوا نجاوبوا عليه L, donc un circuit électrique constitué d'une pile, d'un interrupteur et d'une lampe. On insère, on dans ce circuit un conducteur ohmique de résistance à 447 ohms. Faire le schéma de montage. Donc, faites Un circuit qui est un générateur. Donc, générateur ouad. Un interrupteur. Donc, interrupteur Et d'une lampe. Donc, lampe. Donc, un dit maintenant

كنعرفوا يعني باش نقيسوا لا ميزيك كاينه طريقه وحده تحديد ممكن حنا نستعملوا لو كود دي كولور بالنسبه للجهاز ديال القياس راه كتعرفوا يعني هو لو ميتر دونك اون ا ميزيغي لا فالور دو سيت ريزيستون بار لو ميتر ولا تقدر تقول ملتي ميتر اون مود او ميتر حتى هي صحيحه La troisième question quel est l'effet de l'introduction de la résistance dans le circuit Donc, est-ce nous voulons faire ou l'effet ou bien l'influence nous tire diel diel mukendirohe la résistance dans un circuit électrique. Ne cherchons dit de faire ce que La résistance est ce que nous voulons faire diminuer l'intensité de courant. Donc, mukendirohe nala est dans la quatrième classe. Il y a l'intensité de la quatrième classe. Donc, l'introduction de la résistance dans le circuit fait diminuer l'intensité de courant. Donc, à travers les mille quatre-vingt-quatre classes d'être donc diminuer l'intensité de corps La quatrième question la place de la résistance dans un circuit en a-t-elle une influence sur l'intensité de corps Quelle est la place y -a

طبيعه الحال حنا كنعرفوا ملي كتزاد لا ريزيستانس القيمه ديالها لانتونسيتي راه كتنقص يعني ديميني دونك في هذه الحاله الا كنا درنا دابا ار بريم دابا درنا ار بريم بلاست ار دونك في هذه الحاله اون سيكو هادي كنعرفوها دابري لو كور بلي لا فالور دو لا ريزيستانس اي غون دونك لاحظ راه زاد كانت 47 ولات 8 بلي لانتونسيتي دو كورون ترافيرسي اي بوتي يعني وقت ما تزادت ار ايه كنعرفوا وقت ما تزادت ار ايه اي راه كتنقص و راه العكس تاي صحيح يعني الا درنا اغ مثلا تنقصات اي راه خصها تزاد دونك في هذه الحاله نقولوا لا انفليونس دو رامبلاسمون دونك سو رامبلاسمون فا ديمينيي لانتونسيتي دو كورون ترافيرسي لو سيركوي دونك هذا هو الانفليونس ديالها يعني غينقص ليا علاش لان لا ريزيستونس اللي خديت دابا راه كبر من الاولى exercice numéro 6 donc il 3 questions donc نبداو بالنسبه للسؤال الاول قرا بعض المعطيات

de la série. Donc, il détermine les valeurs de résistance avec un appareil. Nous avons la valeur de résistance et le GS. Nous avons vu la question de la boîte GS. Nous avons R1, R2, R3, R370A. R3, 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 R3. دونك سعيد اغياليزي لو ساكو شيماتيزي سوكون دونك هنا هو دار هاد التجربه هاد التجربه شنو فيها فيها جينيراتور فيها لامب فيها واحد لامبيرومات حنا كنعرفو باش يقيس ليها لا طونسي دو كورون وفيها واحد الكونديكتور اوميك دو ريزيستونس ا من بعد أي كل مره يدير واحده منهم

Avec quel appareil Saïd a-t-il déterminé les valeurs de résistance Qui va-t-il déterminer les valeurs de résistance, valeurs elle, résistance Donc, si on utilise un appareil, un système, on sait que pour mesurer la valeur de la résistance, et donc, on utilise un système d'ohmètre, ou bien, un anglais, un multimètre en mode ohmètre. Donc, on utilise un ohmètre. Deuxième question. En exploitant les mesures effectuées par Saïd, rédige une conclusion dans laquelle

la valeur de la résistance sur la valeur de l'intensité de la La résistance est la valeur de l'intensité de la couronne. Nous avons la résistance est la l'intensité de la هنا غادي كتزاد يعني اق ان كتساوي 10 هنا عندي 100 هنا 370 يعني وقت ما تزاد لا فالور دو لا ريزيستونس وقت ما لاطونسي دو كوغ شنو كيوقع لها كتنقص حيت واحد امبير راه كبار من 500 ملي امبير حيت الا حولنا هذا واحد امبير ملي امبير خصنا نضربها في 1000 يعني تقول لي هنا 1000 ملي امبير يعني بحال هنا عندي 1000 ملي امبير هنا 500 ملي امبير هنا 200 ملي امبير يعني الا تزاد لا فالور دو لا ريزيستونس ها هما كيتزادوا لاطونسي دو كوغ شنو كيوقع لها كتنقص وهذا الشيء راه كنعرفوه دونك لوغسكو لا ريزيستونس دو d'un résistor, il ni le conducteur ohmique place dans un circuit augmente, il y a que Z l'intensité de courant mais là qui traverse le circuit diminue. quand la résistance de la, de la résistance d'un résistor augmente l'intensité de courant les catmurfi le circuit raha Il y a كان بان اي راه كتنقص والعكس تاني يعني الا تنقصات اق يعني نمشي نقل من العكس الا تنقصات اق هكا راه اي راه كتزاد لا 3 كيسيون دونك كالك لا لامب بغي لو بلوس دونك قال لك في اي حالات يعني الحاله الاولى ديال ار 1 ولا ار 2 ولا ار 3 قال لك لا لامب هاد لا لامب عيضوي لينا مزيان بغي لو بليس الاكثر الاكثر دونك حنا كنعرفوا الا تزادت ار انت تقدر تستعمل لانتونسي دو كورون يعني حتى حنا كنعرفوا الاضاءه عندها علاقه بلانتونسي دو كورون الا كانت اي كبيره راه الاضاءه كتكون كتكون اش كتكون كبيره الا كانت اي صغيره راه الاضاءه كتنقص يعني لك لا ينقص دونك في الحاله لاحظ معايا اي هنا كبيره دونك هنا ار 1 يضويك اكثر هذه الاولى او لو ممكن تستعملوا حاجه حنا كنعرفوا الا كان عندنا لا قيمه ديال لا ريستونس كبيره بزاف الا كانت كبيره بزاف الاضاءه كتكون صغيره دونك ها هي كبيره او الا كانت ايغ آه القيمه ديالها صغيره راه كيضوي مزيان دونك في هذه الحاله راه تكون هي ايغ 1 لا لامبري لو بليس دون لو كا او لا فالور دو لا ريستونس اي بلو فابل يعني كيضوي الا إيه كان عندنا لا فالور دو لا كتكون اس كتكون اش ضعيفه او العكس تقول لا لومبري لو بليس دون لا لو كا او لا ريزي او اش او لانتونسي دو كورون لو بلي غروند يعني ملي كتكون لانتونسي كتكون كبيره في هذه الحاله انتونسيتي كبيره ولا لا ريزيستونس اللي كتكون صغيره في هذه الحاله الا غير الحاله اللي كتكون عندنا ار ان يعني الحاله الاولى غتكون ار ان كتساوي اش كتساوي 10 اوم اذن هنا في مزيان ليكزارسيس نيميرو 7 دونك المعطيات هما هادو دونك علي ا اه في بليزيوغ ميزور دين ميزور دين ميم ريزيستونس دونك الى اوتوني لي ريزيلتا سويفون شنو دار علي علي دار بزاف القياسات على نفس الريزيستونس يعني بحال عندو ريزيستونس وحده دونك في هاد الحاله خدا الكاليبر اللي هو 200 200 اوم حيت ما يمكن تكتبوش ما كنكتبلكش ما كنقول اوميتر الا ما كتبتيش هنا راه بحال هنا اوم دونك هنا 200 اوم هنا عندك 20 كيلو أم اوم دونك 2 ميغا اوم وعندي 200 ميغا ميجا... ميغا اوم دونك هنا عندي آن عطاتو آن يعني آن شي حاجه هنا آن عطاتو آن هكاك هنا عندي 103 ,2. هنا 0 10 هنا 0 ,0. Euh, la première question, quelle est la fonction du multimètre utilisé pour mesurer la valeur de la résistance Pour mesurer la valeur de la résistance, qu'est-ce que nous avons soit ce que ولا نستعملوا ميتيماتر اون مود او متر دونك حنا استعملنا ميتيماتر اون مود او متر دونك في هذه الحاله حنا كنعرفوا الميتيماتر كيكون متعدد القياسات يقدر يقيس لا طونسيون يقدر يقيس لا طونسي دو كورون يقدر يستعمل يقدر نستعملوه باش نقيسوا لا فالور دو لا ريستون نقدر نستعمل في حوايج اخرين باش نعرفوا واش كاين شي عطاب ولا شي حاجه المهم حنا هادو هما اللي عندنا لي غوندو حنا اللي عندنا في هذه الحاله

دو بوركوا لافيشاج اوبتوني ايتيل ديفيرون دون لي تخوا ميزور قال لك علاش هنا عندي point, هنا عندي سون علاش هادو علاش لانني اشنو لان لي كاليبر راهم هنا هادشي علاش دونك كار لي كاليبر سون يعني راهم مختلفين حيت كان كاليبر واحد راه تكون عندي ميم فالور 3

كاليبر يعني اللي اللي كي كيكون صغير ولكن كيكون كي صغر من ايش كيكون كي صغر من لا فالور اللي بغيت انا نقيسها ديما خص يكون صغر اذا راه انفيريو يعني الكاليبر راه صغر من ايش من لا فالور دو لا ريزيستونس ولكن بقى عطاني هنا ا, آ, آ, آ كاملين كنعرف بان هذاك لو كونديكتور راه متلف راه غي انا ما عنديش هذه الحاله لان من درنا 20 كيلو راه عطاني واحد لا فالور

غونط دونك لا فالور اونير باسكو لو اي طرو الدرس يعني الا خديتي لقيتي ان ان بوين بحال هكا عرف بانك واخد الكاليبر الصغير الا خديتي لقيتي عرف بانك واخد الكاليبر الكبير ولكن الا بقيتي درتي هنا ان على التولي كاليبر عرف بان هذاك الجهاز راه متلف يعني هذاك هذاك ريزيستونس راه متلفه الا بقيتي كدير هنا عطاتك ان هنا عرف بان راه متلف خمسة كيلي <applause> لا فالور دو لا ريزيستونس دونك هنايا غنحدد لا فالور دو لا ريزيستونس اذا لا فالور دو لا ريزيستونس خاصني ناخذ الكاليبر اللي يعني خص يكون كبر من اش كبر من لا فالور يعني كبر من لا فالور دو لا ريزيستونس اللي بغيت نقيس انا يعني تكون هو هو, هادو يقدر يكون هادو كاملين يعني هاد الجوج اللي عندي هنايا غنختار دابا وحده هادو ولا هادي ولكن شنو خصني ندير خاصني نختار الكاليبر اللي كيكون اصغر أه هو الكاليبر الصغير واللي كيكون اش اللي كيكون كيكون اسيدي كيكون كبر من القيمه اللي بغيت انا نقيسها يعني القيمه ديال لا ريزيستونس خصها تقابل اصغر كاليبر اللي كيكون كبر من القيمه اللي التي نريد قياسها دونك هذه المعنى ديال دونك في هذه الحاله راه هي هذه الكاليبر اللي هو كبر من ما ان عطاني واحد العدد يعني ان هذا الكاليبر راه كبر من اش كبر من لا فالور اللي بغيت انا نقيس واصغر كاليبر راه هو هذا دونك في هذه الحاله الكاليبر اللي عندنا راه هو هذا يعني في هذا الحاله المناسب عندي دونك لا فالور دو لايستا تعطيني هنا 103 جوج لاحظ معايا الوحده اذا هنا نأخذ دائما لينيتي ديال من ديال الكاليبر دونك هنا عندي الكيلو والوحده راه كتكون هي اوم اذا نعاود نذكرك بان اللي ما شافش ليكزارسيس نيميرو 1 و2 و3 راه نخلي لكم الرابط ديالهم اسفل هذا الفيديو اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه التمارين ان شاء الله دابا نشرح لكم الدرس ديال لا لوا لي لوا دو دي سيركو الكتريك اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته